المئة يوم. يقول ساتي في مقدمة هذه الزاوية التي جاءت بعنوان المئة يوم: لقد تأخر التشكيل الحكومي كثيرا وحال البلد الواقف، يستدعي تشكيل الحكومة عاجلا، أي في ذات أسبوع الاتفاق على الوثيقة الدستورية. لكن الغريب في الأمر، رغم أن شريكي الحكومة قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق النهائي، الوثيقة الدستورية لم تنجز فيها قوى الحرية والتغيير قائمة المرشحين للمجلسين السيادي والوزراء حتى اليوم، وكل الأسماء المتداولة محض ترشيحات أو أماني. وما يزال أبرز الأسماء المرشحة لحكومة الثورة هو الدكتور عبد الله حمدوك، حيث تم ترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء. وكما تعلمون، فإن اسم حمدوك يتردد منذ عهد النظام المخلوع، إذ أعلنوه وزيرا للمالية في التشكيل الوزاري قبل الأخير ليعتذر. ويرى الكاتب هنا أن حمدوك غير معروف كسياسي، وأنه حسب سيرته العلمية ومسيرته العملية هو اقتصادي ناجح، ويتساءل عن سر اختياره لموقع بحاجة إلى كفاءة إدارية سياسية، وأنه كان من الأفضل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، كأن يتم اختيار كفاءة إدارية على قدر من الحس السياسي لموقع رئاسة الوزراء، وأن يتفرغ حمدوك للاقتصاد، والساحة ليست خالية من إداريين سياسيين مستقلين على حد تعبيره. يمضي ساتي هنا إلى أن الخراب الذي أحدثه النظام المخلوع في مؤسسات الدولة بحاجة إلى ثورة أخرى غير ثورة الشارع، ويضيف: وقبل الإعلان عن وزراء حكومته، ليت رئيس الوزراء القادم يبدأ ثورة الإصلاح بالتخلص من الأوهام المسماة بالصناديق والهيئات والمجالس. ختم ساتي هذه الزاوية وهو يلفت إلى أنه لم يتم التخلص من تلك الهيئات والصناديق، فإن مليون حمدوك لن يصلح ما أفسده النظام المخلوع. ويعرب عن أمنيته بأن تقدم قوى الحرية والتغيير أنموذجا مثاليا للحكومة الرشيقة، بحيث لا يتغول على سلطاتها أي كيان هلامي يديره نافذ أو مركز قوى أو سلطة غير السلطة التنفيذية. ختم طاهر ساتي هذه الزاوية بقوله: لا نخشى على حمدوك وكامل الجهاز التنفيذي إلا من متاريس النافذين بالمجلس السيادي، أو كما كان الحال في النظام المخلوع.